السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنانين، هذه كانت نتيجة الشرح السابق. تحدثنا عن أهم القياسات التي تتكرر بالوجه، تحدثنا عن مسافة العين كيف تتكرر في الوجه، كيف نحدد الأنف، كيف نحدد الفم. اليوم سنتحدث عن طريقة ثانية وهي نظرية لوميس أو نظرية رايلي. نأخذ نفس الصورة التي سبق واشتغلنا عليها. أنا حطيت عليها ورق بلاستيك لكي نشتغل فوق هاد الصورة هذه، ثم نعيد نعكس هاد النظرية بعد تخطيطها على الصورة، نطبقها على ورقة بيضاء، ثم نأخذ النسب من الصورة ونرسمها على ورقة رسم بيضاء. اذا من يرى هذا الفيديو هذا ضروري ترجع للفيديو السابق، لانهما مترابطين والواحد منهما يشرح الاخر. اذا المره السابقه تكلمنا عن ان هذه القياسات هذه تتكرر، وتكلمنا نظريه رايلي تبدا مثلا ب او لوميس تبدا بدائره. كيف ساعرف هذه الدائره اين تتواجد في هذا الشكل هذا اللي عندي في هذا الراس؟ إذن فهي تبدأ من خط مستوى الحاجب وتنتهي عند آخر نقطة من الأذن. نأخذ مثلا مسطرة، نقسم الوجه إلى نصفين، خط محور التماثل كي يسهل علينا الاشتغال. نأخذ على خط الحاجب، نأخذ هذا القياس من هنا إلى آخر نقطة من الأذن، لن ينطبق على الجهة الأخرى أيضا، ولكن لأن الوجه يميل بعض الشيء إلى الجانب، إذا سنرى هذا أين يجي ينطبق على، أو هذه الدائرة ستكون مركزها هو النقطة هذه، وسيمر من وسط الفم. إذا نرسم هذه الدائرة هذه، سأستعين بالبركار لتحديد هذه النقط نقط الدائرة. إذا أنا لم أثبت، هكذا نحصل على الدائرة هذه التي نبدأ بها هذا الرسم بهذه النظرية، هذه نظرية رايلي. إذا نطبقها على الصورة أولا لكي نفهم الطريقة أو لكي نفهمها تشريحيا. نقسم هذا الدائرة إلى نصفين بالعرض هكذا، هذه أعلى نقطة من الحاجب. نأخذ هذه المسافة نقسمها إلى ثلاث قطع متقايسة، مثلا واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. إذا نأخذ القطعتين اللتان في الثلثين، الثلث الثالث يبقى فوق، إذا هذا يحدد لي منبت الشعر. نأتي إلى النصف السفلي من الدائرة ونقسمه أيضا إلى ثلاث قطع متقايسة. نأخذ هذا لكي يبسط علينا قليلا. إذا وفي الغالب يجب أن يكون هاد، أو في المعتاد في كل البورتريهات، فإن هذا الخط يكون أسفل الأنف، لكن هنا لدينا هذه المسافة طويلة، مسافة الأنف. إذا هنا لا تنطبق هذه النظرية 100%، ولكن سنتعامل معها. نأخذ هذا القياس هذا وأيضا نأخذه إلى الأسفل. إذا هنا نرى أن الدقن أصغر منه.
من هذه القياسات أيضا. إذا لدينا هذه المسافة طويلة ولدينا هذه المسافة قصيرة، لكن تبقى هذه القياسات تقريبا متقاربة عند جميع البورتريات. إذا وأثناء التخطيط نتذكر هذه القياسات لكي عندما نطبقها على الصور على ورقة الرسم يسهل علينا الرسم بسهولة. المعروف أيضا أن من أعلى الحاجب إلى أسفل الأنف تقريبا خط العين يكون ثلث هذه المسافة هذه، يعني من أسفل الأنف إلى أعلى الحاجب تكون مقسمة إلى ثلاثة اثنان ثلاثة تقريبا هي. إذا سنقسمها على هذه القياس هذا، واحد اثنان ثلاثة، هي تقريبا متساوية. نأخذ هذه النقطة هذه لكي نحدد خط العين، الخط الذي سنرسم عليه العين. نعرف أيضا أن مسافة العين هي نفسها مسافة بين العينين، هي نفسها مسافة العين الثانية، ثم متساوية مع آخر نقطة من الدائرة، متساوية مع آخر نقطة من الدائرة. إذا هنا تصغر قليلا، هذا بسبب كما قلت حركة الرأس، كما أنها لا تنطبق دائما ولكن هذا فقط يساعدني في بناء الوجه. إذا سنقسم هذه القطعة من هنا إلى هنا إلى خمس قطع متساوية. واحد، وفي الغالب نركز على هذا مسافة الأنف هي التي نستخدم هنا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا ننزل بهذه النقطتين اللتين في الوسط بخط عمودي، بهذا الشكل نكون حددنا الأنف. على هذا الخط هذا نحدد شكل الأنف من أعلى نقطة له. أنا رديا على شكل دائرة، نأتي إلى أعلى نقطة من هذا الشكل هذا، نرسم شبه مثلث تقريبا كأننا نرسم مثلث، نصله بهذا نأتي إلى هذه النقطة هذه نصلها بآخر نقطة من عرض الأنف. بهذا الشكل أكون قد حصلت على الأنف وهو حجم وليس فقط رسم دوائر بسيطة وما إلى ذلك. لدينا وجه علوي، وجه جانبي، وجه أيسر جانبي. هنا عظمة الوجه أو عظمة العين، الحفرة التي تتمركز داخلها العين ككرة، لدينا هذه العظمة هذه تكون بهذا الشكل هذا. وإذا دققتم ستجدون أيضا أنها تظهر هذه العظمة هذه. نرجع إلى خط الأنف أو أعلى نقطة من الأنف. إذا لدينا أسفل الدق محدد، لدينا أعلى نقطة من هذه الكرة هذه. نرسم دائرة، كيف نرسم هذه الدائرة؟ انظر إلى هذه الخطين هذو تشريحيا، فهنا عضلات نازلة تعطيني هذا النتوء الصاعد، فعندما نرسم هذه الدائرة هذه فهو ليس رسم اعتباطي هكذا، فهو له علاقة بالتشريح. نرسم دائرة ثانية وهي تنطلق من هذا خط العينين. إذا ركزنا لدينا الخطين هذو النازلين من جانب العين، فهذا ما نرمز له بدائرة. وإذا ركزنا أيضا هنا في الوجه، هي في الغالب تظهر عند الناس أو الأشخاص الكبار السن،
تظهر خط ثاني هنا نرمز له فقط بدائرة هكذا بهذا الشكل، هذا تأتي إلى أسفل الذقن. لدينا أيضا نأتي إلى آخر نقطة من هذه الدائرة هذه، ونأتي إلى هذا الخط الأسفل من الدائرة التي رسمنا بالأول، نأتي من آخر نقطة لديه له، نرسم قوس صغير ويتجه إلى آخر نقطة، ثم من الجهة الأخرى أيضا. بصراحة هذا البلاستيك لا يساعدني على الرسم ولا هذا القلم هذا، لكن فقط لكي نفهم التشريح ما هو وما له وما عليه. ماذا لدينا أيضا؟ إذا هذا ويحدد لي هذا الخطين اللذين أسفل الأنف أسفل العين، ويحدد لي خطين لهذه العضلات الموجودة بالخط الخد أو الفك السفلي، العضلة التي تجمع الخد العلوي بالسفلي، ولدينا عضلات أخرى هنا فهذا فارق بينهما. إذا تشريحيا هكذا تفهم هذه المسائل. نأخذ هذا الخط هذا أو هذه نقطة تقاطع هذا الخط مع الدائرة مع خط الحاجب، نأتي إلى النقطة هذه نرسمها على شكل قوس، ثم نأتي هنا ونرسمها على شكل قوس. إذا لدي هنا وجه ولدي هنا وجه ووجه، هذا وجه أمامي وهذا وجه جانبي. هناك من يرسم أيضا دائرة لكي يحدد سطح هنا ووجهان هنا، إذا هذا مباشر هذا جانبي وهذا مائل أكثر. تبدأ هذه الدائرة هذه من هذا الخط هذا إلى أعلى نقطة، نرسم الدائرة هذه لمعنى إذا لدي وجه واحد اثنان ثلاث أوجه في الجبهة. نأتي إلى هاد العظمة التي هي فوق أو التي يتموقع عليها الحاجب في الجمجمة هي بارزة بعض الشيء، إذا عند سطوع أشعة الشمس مثلا أو الإضاءة من فوق فإن هذه المنطقة هذه تبقى، يكون لدي هنا ظل وهنا ظل، وتكون هذه المنطقة هذه فيها بياض أو إضاءة لأن العظمة تكون بارزة. كيف نرمز لهذا؟ في هذا الرسم هذا نرمز لها فقط بقوس بهذا الشكل هذا. نأتي إلى خط العينين، نأتي إلى هذه النقطة التقاطع هنا مع هذه النقطة التقاطع هنا، نرسم قوس يمر بهذا، أكون حددت الشكل العلوي للعينين. نأتي لهذا القوس هذا أيضا تتمة، يأتي إلى هنا تتمة ويأتي إلى أعلى النقطة هذه، تتمة هذا أيضا إلى أعلى النقطة هذه. إذن هنا لدي كرة العين. نأتي من هذه النقطة هذه الخط هذا مع خط تقاطع الذين هم متعامدين، الذي هنا زاوية قائمة، نأتي إلى هذه النقطة ونأتي بها إلى هذا القوس إلى هذه النقطة هذه، أكون حددت شكل العين. إذا تحددت لدي العينين. ماذا ينقص أيضا؟ الفم يتحدد أو يحدد، وسبق وحد تحدد بهذه الدائرة هذه، ولكن نفس نرجع دائما إلى الصورة ونحددها بسميتو بهذا بدائرة بعدسة العين. إذا نربط هذا بخط مقارنة مع الصورة الأصلية لكي نعرف المكان بالضبط أين يتواجد. أيضا الأنف أحب دائما هذه الفكرة دي، أن نرجع دائما إلى خط العينين ونقارن أين يتموقع. لدينا في هذه المنطقة هذه، هذه المنطقة هذه أيضا تكون لدي كرة، كما نرى هذا الدقن فهو بارز بعض الشيء. لدي هنا تحت الفم لدي عمق، وهنا لدي بروز أي تخرج هذه الكرة هذه. نرسم هذه الكرة هذه أيضا، نحددها بدائرة
إذن فهذه الدائرة الأولى، فحتى في التشريح حتى في الجمجمة فهذه المنطقة هذه كاملة هي على شكل بيضاوي خارج، بمعنى هذا الخط هذا إذا رأيناه من الزاوية وجانبية سيكون بهذا الشكل، هذا سيكون بهذا الشكل، ويكون الفم هكذا. إذن لدي هذه الدائرة هذه بهذا الشكل، الخط المستقيم جانبي بهذا الشكل هذا، والفم يأتي بهذا الشكل. إذن هذا مستقيم فقط لأنه مباشر معي. هذه أيضا كما قلت هذه الكرة هذه التي هي الدقن، ثم نربط باقي هذه الخطوط. إذن يكون لدي خط مائل هنا أسفل الدقن، يكون خط مائل بعض الشيء، ثم نربط كل شيء. نلاحظ هذا الخط هذا الاعوجاج أو هذا الانحناء مقارنة مع خط الفم أين يتواجد، ونتذكر هذا لكي نرسمه صحيح. إذن تحددت لدي الأذن، هي في الأصل يجب أن تكون هنا مقارنة مع الأنف، في الغالب فهي تكون مع بداية الأنف، لكن هنا بما أن الكاميرا تصعد فوق الرأس بمعنى تظهر لي السطح أكثر، بمعنى أن الكاميرا ترى الرأس قليلا من فوق ليس مباشرة من الأمام، فلذلك فإن هذا الخط الأذن فهو صاعد بعض الشيء. إذا نتذكر كل هذا. هذه أيضا حددت لدي الأذن، الشعر، والباقي نرجع إليه فيما بعد. إذا نأخذ هذا التقسيم هذا ونطبقه على ورقة الرسم. نبدأ كما قلنا خط عمودي، خط أفقي. هذه الخطوط تكون بقلم خفيف أو درجة فاتحة لأنها ستمسح كاملة في الآخر. سأضغط أنا قليلا فقط للتوضيح لكي تظهر مع التصوير. نرسم هذه الدائرة هذه، نكبر بعض الشيء لكي تظهر. نستعمل كل وسائل المساعدة لكي يكون كل شيء مضبوط. مع المدة ممكن رسم هذه الدائرة فقط باليد، رسم حر. قلنا أننا نقسم الثلث الأعلى إلى 3 قطع متقايسة، ممكن استخدام المسطرة أيضا. 1 2 3 أصغر، نكبر بعض الشيء. 1 2 3 أصغر بعض الشيء. 1 2 3 إذا هذا ثلثين هنا يعطيني هذا القياس هذا. نأخذ نفس هذا القياس هذا، ننزل به إلى الأسفل، هذه الخطوط تكون متوازية. إذن قلنا أن القطعة التي هي في الأسفل فهي أصغر بقليل، إذا ننزل بهذا الخط هذا، أو أكبر، هذا أطول وهذا أصغر، بمعنى سننزل قليلا هنا. إذن هذا سيكون الدقن، الأنف ينزل إلى هنا تقريبا لأن قلنا المسافة طويلة. إذن نتذكر تلك القياسات.
قلنا أن من هنا إلى من أسفل الأنف إلى أعلى الحاجب هي 3 قطع متساوية، 1 2 3 تقريبا، 1 2 3. إذن هذا هو خط العينين. قلنا أن هذه القطعة تنقسم إلى 5 أو تقسم إلى 5 قطع متقايسة. نجرب هذا القياس هذا، 1 2 3 أصغر، نكبر بعض الشيء، 1 2 3 أكبر، و 1 2 كبير، إذن هنا تقريبا هو هذا. أكبر، إذن ليس متساوي. إذن هنا ننزل بخطين للأنف، قلنا نرسم شكل الأنف من أعلى نقطة فيه، ثم ننزل بعد الشكلين هذو لكي نحدد الشكل السفلي للأنف، نأتي إلى أعلى هاد النقطتين أو هاد الزاويتين، نرسم شكل مثلث، نرسم هذه الكرة الصغيرة التي هي أعلى منطقة من الأنف، نصل كل شيء، نصل هذا المثلث بهذه الدائرة بشكل قوسين، نأتي إلى أسفل نقطة أو أبعد نقطة من الأنف من جهة العرض، ونصلها بخطين على شكل قوس، ماذا لدينا أيضا؟ قلنا أنه لدينا الخطين الصغيرين اللذين يحددان الحفرة التي في الجمجمة التي تتموضع فيها كرة العين، هذا لدينا أيضا. قلنا نأتي إلى هذه الدائرة هذه ونرسم أعلى نقطة من الأنف، ونرسم دائرة بهذا الشكل هذا، نأتي إلى أعلى أو خط العين ونرسم دائرة أكبر، لا أعرف إذا هذه الخطوط تظهر مع الكاميرا أو لا، ولكن سنحاول أن نضغط قليلا. إذن هنا لدي شكل الفم، نأخذ هذا القياس هذا ونكرره هنا لكي يعطيني هذا مسافة العينين، سبق وحددتهما هنا لذلك سيبسط علي بعض الشيء. نرجع إلى هذا آخر نقطة كما سبق وأشرنا، نأتي بها قوس تمس الأنف وتأتي إلى آخر نقطة هنا،
نأتي أيضا من هنا بهذا القوس وتأتي إلى آخر نقطة، تكملة هذه الدائرة هذه مع التقاطع تكملتها وتأتي إلى آخر نقطة أيضا الدائرة الكبيرة. نأتي إلى هاد ماذا الذي أيضا نأتي إلى هاد النقطتين نقط التقاء هذا الخط مع هاد القوسين، نرسم هاد القوس هذا كي يحدد لي العينين. نأتي من هاد الزاوية هذه من هاد نقطة التقاطع لهاد النقط هذه فتعطيني هاد القوس بهذا الشكل هذا. من أعلى نقطة إلى هاد الخط نرسم دائرة كما أشرنا من قبل، لكي نحدد هاد الأوجه التي عندي في الجبهة. نأتي إلى هذه النقطة التقاطع نرسم هذه عظمة الحاجب التي هي في الأعلى. نأتي إلى هذه النقطة هذه نقطة التقاطع العمودية هنا نصلها بهذه النقاط تعطيني شكل العين. الآن كما سبق وأشرنا نحدده فقط مقارنة مع العين، إذا لو قارنا هذا مع العين سيعطيني الفم تقريبا مع بداية أو بين العدسة ووسطها، يعني هنا بهذا الشكل هذا هنا أكون قد حددت عرض الفم. الجهة المقابلة تقريبا هو أيضا بداية العدسة تقريبا هنا أكون حددت عرض الفم. هذه دائرة أيضا هنا التي تعطيني شكل الدقن. ثم لدي النقط التي ستصل لي الوجه لكي يظهر الخط الخطوط هذه، لأن لدي خط نازل تقريبا من هنا يبتعد عن العينين ينزل بهذا الشكل مائل ثم ينزل إلى تقريبا فوق الفم بعض الشيء ثم يعطيني هذا الالتفاف هنا. هذا كله سيصحح في الأخير لأنه هذا فقط لبناء، أما الرسم الصحيح سيكون بشكل آخر. نأتي بهذا الشكل هذا ينزل تقريبا من هنا ثم يعطيني التفافة قوية هنا ينزل تقريبا فوق الفم يبدأ بالدوران يعطيني الدقن من الأسفل. إذن هكذا أكون قد بنيت الوجه. تكون لدي هنا كرة العين نأخذ ممحاة ونخفف كل هذا ونطبق النسب التي لدي في الصورة. لن سأخفف أنا بممحاة العجين هنا يعتمد الرسم على الملاحظة لديك التركيبة الصحيحة تقارن مع الصورة الأصلية وترسم النسب. في الدرس المقبل إن شاء الله سيكون الرسم بالمباشر وسيكون أيضا له علاقة بهذا الدرسين السابقين، لذلك أنصحكما بمتابعة الدرسين والدرس الثالث مرة واحدة. أبحث عن الصورة أخذ قلم دقيق بعض الشيء. إذن لدي
خط الأنف مع مقارنة مع العينين، فالعين تدخل بعض الشيء هنا، هذا هو خط الأنف، العين تدخل بعض الشيء أو سأخرج الأنف هنا. إذا نرسم العين بهذا الشكل، هذا تنزل إلى الأسفل، هنا تصعد على هذا الخط، هذا تصعد فوق، العدسة التي بالداخل تقريبا بهذا الشكل هذا، لدي سمك، لدي سمك الجلد هنا، لدي الخط الذي هو في الأعلى، لدي هذا الشكل هذا، الخط تحت العين، فهو يتبع كروية العين، الحاجب سيكون تقريبا بهذه المنطقة هذه، إذا أعلى خط يعني أعلى نقطة من الحاجب ستكون هنا، إذا تحديد خفيف. الاشتغال سيكون فيما بعد. نأتي إلى الأنف، الذي أسفل نقطة من الأنفية هذه بهذا الشكل، أبعد نقطة من الأنف هي هذه. إذا كما قلت سأعطي الأنف عرض قليلا بعض الشيء، سنكون قد حددت هذه من قبل، فهي تظهر، الذي هنا سيكون تضليل وهنا سيكون تضليل. نأتي إلى الفم أيضا، أقارن فقط بالعين، لدي هذا الشكل هنا في الوسط، ثم بشكل مائل فوق، هنا بشكل متموج يصعد وينزل، إذا الفم تقريبا سيكون هنا. لدي هذه الشامة الصغيرة هنا في الجانب، لدي الخطان